كم على السيف مشيت، كم بنار الظلم والجور اكتويت، غير أني من حنيت، غير أني يا حبيبة حينما سرت إلى طائرة النفي إلى الأرض الغريبة عامدا طأطأت رأسي ولعينيك انحنيت، وعلى صدرك علقت بقايا كبريائي وبكيت. آه يا فتنة روحي كم بكيت، كنت من فرط بكائي دمعة حيرة على خدك تمشي يا خويت. كلمات الجميلة والحزينة أيضا والشاعر الكويتي. إيه الشاعر عربي أتى للكويت هاربا من وطن لم يحن عليه، فحنت عليه الكويت. فإذا الغريب كان لحظة وداع الكويت أهداها دمعا، يا ترى الكويت شنو تستحق منا إحنا كشباب كويتي؟ متحدث التاح أخوكم محمد إيس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الحضور وأشكر الجهات الإعلامية وأشكر كل من ساعد على إنجاز هذا البرنامج. أعتذر يا أخوان على أن احنا بدأنا منذ شهر بالدعوة إلى تاريخ 8 مارس، ولكن التضييق الحكومي أجبرنا على أن نكون هنا مجتمعين، وهذا أمر تعودنا عليه. فقدرنا أن نتعامل مع حكومة عمرها العقلي لا يتجاوز 8 سنوات، وهذا أمر طبيعي. أما بعد، 8 مارس، وأنا أطلب من الجميع أن يعي مقدار وأهمية تاريخ 8 مارس. سجل يا تاريخ 8 مارس. في كل مرة نخرج فيها إلى الشارع وينزل الشعب إلى الشارع نكون ردة فعل على سوء إدارة حكومية. ضربونا فنزلنا إلى الشارع، أغلقوا مجلس الأمة فنزلنا إلى الشارع، وفي كل مرة هم يكونون الفعل ونكون نحن ردة الفعل. لكن اليوم في تاريخ 8 مارس الشباب الكويتي والشعب الكويتي سيكون الفعل، والحكومة هي مثل ردة الفعل. الكثير يا أخوان يسألون بالدواوين في الإنترنت في كل مكان، يسألون لماذا تنزلون إلى الشارع؟ ما هو عندكم برلمان وعندكم إعلام، شنو السبب؟ أنا أقول ببساطة، لو كان لدينا برلمان وسلطة تشريعية تعبر عن إرادة الشعب الحقة، يعني ما يكون عندنا برلمان يشرى أفراده بمال عام ويشرون برشاوي وللأسف، ويشترون بمناصب حكومية ويشترون بمناقصات، لما خرجنا إلى الشارع ونزلنا إليه اليوم؟ بداية أنا أشكر طبعا نواب مجلس الأمة، وحنا طلبنا منه وقلنا لهم أن هذا اليوم سيكون هو يوم الشباب، ولا مجال لأي أحد من النواب أن يخطب بالشعب الكويتي. نحن الشباب سنعبر عن آمال الشباب وسنصدع بالحق دون خوف. نحن نتكلم الآن ونوضح إلى الشعب الكويتي لماذا كانت حركاتنا الشبابية صرفة. لأن بكل بساطة الحكومة قادرة على أنها تتعامل مع الأحزاب، وقادرة على أنها تتعامل مع أعضاء مجلس الأمة، وعارفة أن لكل شيء ثمن. هذا يتكلم نعرف شو راضي، لكن الشباب الكويتي شلون يرضي؟ الشباب الكويتي عنده مطالب دستورية وعنده مطالب قانونية وعنده مطالب هو بحاجة بالفعل إليها، ولن نتراجع وسنستمر حتى تحقيق مطالبنا. نعم نعم.
أنا أشكر نوابة الإسلام اللي هم حاضرين في الأحرار، وأما البعض اللي ما عنده الجرأة أن يواجه الشعب الكويتي، ما عنده القدرة أن يصدع بالحق، ما عنده القدرة أن يكون متواجد بيننا اليوم. هذا ما أشرح عليه، ما أشرح عليه، لأنه باع نفسه فأمر طبيعي يبيع قضية ويبيع باطل ويبيع حق. وأذكرهم بقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. يسمون الجماعة كلمة كافية تكررت أكثر من مرة، ونحن هنا لسنا بصدد أن نسوق لحركة دون الأخرى. نحن الآن نمثل جميع الشباب الكويتي بجميع تطلعاتهم بجميع توجهاتهم، لكن إحنا نقول كافي. أنا ودي أسأل الجماهير اللي أمامي الآن، لو نسألهم كم كافي وكافي تختلج صدوركم اليوم، كم كافي وكافي يئن بها وطن الكويت. أنا ودي أنكم تشاركوني، أنا بذكر أمور وبيكم تكون وراي بكلمة كافي. ممكن؟ إعلام فاسد كافي، تكميم أفواه كافي، تعطيل جلسات كافي، ثلاث مجالس كافي، حكومات كافي، خمس سنوات كافي، شيكات كافي، تلوث بيئي كافي، ضرب كافي، تعذيب كافي، قتل كافي، سوء إدارة كافي، سياسية كافي، إخلافي كافي، ضرب للنسيج الاجتماعي كافي، ترضيات كافي، مؤسسة كافي، ضبط كافي، خير للمال العام كافي، كافي وكافي وكافي. والله العظيم لو بنقول كافي من هني الى ما لا نهايه ما راح اخلص. باختصار انا عارف اني طولت وعارف اني اخذيت يعني كثير من الوقت يا جماعه، ولكن الى سمو رئيس مجلس الوزراء من كلمه من ابن المحب، ان خلافك الان تعدى خلافا مع الشعب، ان خلافك الان مع الكويت. انظر ماذا جمعت من هنا، البدوي والحضري، الشيعي والسني، الكبير والصغير، اليساري واليميني والاسلامي، جمعتنا كلنا اليوم. اشكرك يا سمو رئيس مجلس الوزراء، نشكر رئيس مجلس الوزراء على هذا الامر. احنا نذكر باننا نحن وشباب لدينا مطالب دستورية، ولن نتراجع حتى تحقيق هذه المطالب، وهذه ليست لصالحنا بل هي لصالح الجميع. أنا ودي أختصر قدر الإمكان، أحب أني أختم ببيت من الشعر عل وعسى أن يصل صداه إلى قصر شويخ، إن شاء الله يسمع. إن المناصب لا تدوم لواحد، إن المناصب لا تدوم لواحد، إن كنت في شك فأين الأول، فاغرس من الفعل الجميل صنائعا، فإن عزلت فإنها لن تعزلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم، السلام عليكم.